ولكن كمان كان عندنا تصريحات مستر مارسيل كولر اللي هو اكتر واحد في الاوقات دي تحب تسمعه وتحب تدور في التفاصيل بتاعت كلامه عشان تقف عند اللي في مخ الراجل ده هو ايه. نروح ونشوف ونرجع نعقل. Dass wir hier spielen können. Ich freue mich auf das Spiel. Ich denke, wir haben natürlich auch. أنا سعيد بوجودي هنا، سعيد بإن إحنا بنلعب هنا، أكيد دي تاني مرة أكون موجود هنا وألعب ماتش هنا، الماتش اللي فات أكيد اتعلمت منه حاجات كتير، وبالتأكيد ماتش بكرة هيبقى مختلف تماما، أنا عارف إن صن داونز عنده فريق قوي جدا، وكده كده البطولة دي بتضم أقوى فرق في القارة. لكن بالتأكيد ماتش سان داونز بيبقى دايما ماتش صعب، لكن احنا برضه جايين هنا كأبطال دوري الأبطال، احنا النادي الأهلي أكبر نادي في القارة، وبالتأكيد هدفنا دايما التأهل. عارفين إن الماتش طالما وصلت لقبل النهائي فأنت بتلعب ماتش قوي، لكن هدفنا دايما إن احنا نكسب، هدفنا إن احنا نكسب الماتشين أو على الأقل إن احنا نتأهل، وده هدفنا دايما. في النادي الأهلي بتبحث دايما عن الفوز وعن الانتصارات، وده هيكون هدفنا إن شاء الله إن احنا نقدم ماتش كبير بكرة وإن احنا نتأهل الماتش اللي جاي، وأول ماتش هيبقى بكرة فلازم إن احنا نعمل فيه كل حاجة عشان نتأهل النهائي بإذن الله. أكيد طبعا احنا عارفين كويس جدا أهمية المباراة بتاعت بكرة، عارفين المباراة قوية جدا، عارفين صعوبة المباراة، احنا خلاص دلوقتي في قبل النهائي، عارفين ان احنا بكرة الماتش يعني عندنا 180 دقيقة، بكرة الشوط الأولاني احنا جايين هدف واحد ان احنا نتأهل، نركز بكرة في المباراة بتاعت بكرة. وطبعا احنا عارفين فريق صن داونز كويس واللعيبة عارفة أهمية المباراة، ان شاء الله نعمل مباراه كويسه بكره ومعانا التوفيق بكره. احنا ما عندناش اي مشكله خالص، احنا تعودنا ان احنا نلعب مع سان داونز في نفس التوقيت، احنا خلاص عارفين الفرقه عارفه ومصر كلها عارفه ان احنا على طول بنيجي نلعب في افريقيا، بنيجي نلعب في نفس التوقيت، احنا جاهزين في اي وقت ونلعب في اي وقت، والفرقه مستعده بشكل كبير جدا المباراه بتاعت بكره. وانا شايف ان مفيش اي حد يتكلم في الموضوع خالص، احنا مركزين، واهم حاجه بالنسبه لنا الهدف اللي بالنسبه لنا بكره اللي احنا نرجع بنتيجه ايجابيه عشان الماتش التاني في مصر ان شاء الله. اكيد طبعا احنا بنتكلم على لعيب كبير، لعيب برستاوي بيكون معانا اضافه معانا في الفرقه، بس احنا كلنا 30 لعيب كلنا زي بعض، اي حد يكون موجود احنا اي حد يكون موجود 11 لعيب في الملعب بيأدي دوره وبيعمل اللي بينفذ تعليمات الجهاز الفني، اكيد طبعا عشان هو موجود من جنوب افريقيا اكيد طبعا بيبقى عارف الاجواء عامله ازاي، واكيد بناخد خبراته بنتكلم معاه يعني بيتكلم مع الفرقه وبيدينا خبراته في هنا في الجو والكلام ده، بس في الاول وفي الاخر احنا فرقه واحده وهدفنا واحد، الرجوع ان شاء الله بالفوز. بس اكتويل لافيليج النقطه الاولانيه، بس ملاحظ ان صن داونز غير طريقه اللعب، دي الحاجة الوحيدة اللي اتغيرت، لكن غير كده عنده هو نفس اللعيبة الأقوياء، نفس عنده سكواد كويس جدا، عنده لعيبة كويسة، فريق صعب، لكن في النهاية أنا ما بفكرش كتير في المنافس، بفكر أكتر فينا إحنا، في نقاط قوتنا إحنا، في طريقة لعبنا إحنا، في كورتنا إحنا، وإزاي إن إحنا نلعب، ده المهم بالنسبة لي، وده اللي إحنا هنحاول إن إحنا نعمله بكرة، وأنا متأكد إن إحنا إن شاء الله بكرة هنقدم هنطلع كل اللي عندنا ونعمل ماتش كويس إن شاء الله. الماتشين بتوع سامبا اكيد احنا كنا بالنسبه لنا دي كانت اول ماتشين في البطوله الجديده، كانت اللعيبه كانت لسه بتستعد للمباراه وبتستعد للمباراه الثانيه، بس اهم حاجه كان هدفنا ان احنا نتاهل، وهدفنا ان احنا تاهلنا وخلاص ننسى المباراهين ونشتغل مع الجهاز الفني الفتره اللي فاتت على الحاجات اللي احنا عملناها كويس والحاجات اللي احنا عملناها مش كويس، واحنا خلاص نسينا المباراتين ونفكر في مباراه بكره. Wir hatten ja nicht so viel Zeit. Das geht auch nicht von heute auf morgen, dass man jetzt einfach sagen kann, okay, wir haben. طبعا ما كانش عندنا وقت من الماتش اللي فات الماتش ده ان احنا نحل مشكله زي دي، كانت مشكله معانا كمان من السنه اللي فاتت، لكن في المجمل ده طبيعي في الكوره ان الواحد يجي له فرص وده ما يجيبش كل الفرص اللي بيجيبها، لكن احنا عندي لعيبه بتقدر تجيب جون بدليل ان احنا كسبنا كل الالقاب اللي احنا دخلنا فيها السنه اللي فاتت، ده بيبين ان احنا نقدر نجيب جوان، الموضوع بيحتاج بس بعض التركيز والاصرار جوه ال 18، وانا متاكد ان شاء الله بكره ان لعيبتي هتبقى عندها الاصرار ده والتركيز ده جوه ال 18. Und dementsprechend bin ich überzeugt, dass das morgen auch so sein wird. احنا بنحترم كل الفرق يعني كمجموعه، ما بنحترمش يعني كبير او صغير، اكيد لا. هبدا باهم حاجه في راي كولر قالها، وهي اتعلمت
من المباراة بتاعت سان داونز الموسم اللي فات، وده أهم حاجة. وأهم حاجة إن أنت تشوف تطبيق ده في الملعب. وأنا كولر من المدربين اللي أنا بثق فيهم جدا، وعشان كده ربما هو تحدي خاص عند كولر. تقعد تتفرج بكرة أماكن الضغط زي ما قلنا هتكون فين، طريقة اللعب والتشكيل واختيارات العناصر هتكون ازاي، هتقفل المساحات اللي عندك ازاي، هتستغل المساحات اللي عند الظاهرين في سان داونز ازاي، هتستغل بعض الغيابات حتى في مركز قلب الدفاع ازاي، الكرات الثابتة هتتعامل معاها ايه، أمور كتير جدا. حتى إيقاع المباراة والريتم، يعني فكرة أنا دايما بشوف أسوأ حاجة تعملها اللي أنت تبدأ تلعب بتيمبو عالي وكر وفر مع فريق زي سان داونز ويبدأ يسحبك للكرة اللي هو عايز يلعبها. أنا بشوف إن الأهلي يلعب كورته مع فرق مختلفة. كولر قال جملة مهمة، إن أنا مركز على طريقتي أكتر ومركز على نفسي أكتر، بس أكيد ده وفقا لمعطيات ايضا تتعلق بالمنافس. يعني ما تفتكرش الجمله دي ان كل الراجل هيحط تشكيله ملوش علاقه سان داونز بيلعب ازاي، هيحط طريقه لعبه واستراتيجيته في بناء الهجمه والتحضير وملوش علاقه سان داونز بيلعب ازاي، اكيد ده مش هيحصل. ولكن كولر اتكلم يا جماعه في نقطه مهمه جدا وهي اضاعه الفرص. وانا بالنسبه لي النادي الاهلي في مباراتين سيمبا اهدر العديد من الفرص، مش بس في ده، انا بشوف ان النادي الاهلي في مباريات كتير جدا هو الفريق اللي بيكسب 3 بس ممكن يكسب 6، والفريق اللي حتى في مباريات ديربي ممكن يكسب 4 بس لا هو كان ممكن يكسب 6 و7 ايضا. فانا بشوف ان انت لسه عندك مشكله وهي اهدار الفرص. علقنا امال على وجود مودست. مودست في رايي في وجود مباراه بدنيه في اجواء هو مش متعود عليها في تحضيرات مختلفه صعب يبدا. طب اذا انت بتلعب بالمجموعه اللي هو قال بقى ان حقق كل البطولات السنه اللي فاتت، وده مهم جدا ان انت تيجي تتكلم ان عندك مشكله بس تيجي توصل لقناعه ان انت عايز تحلها، بس حتى والمشكله قائمه انت كنت بطل كل شيء. فدي اعتقد معادله، يعني كولر اكيد نفسيا كان عايز يكون الحلول عمليه على ارض الملعب ان انت تطورت هجوميا في عمليه انهاء الهجمه، ولكن مهم انك توصل رسالة نفسية ان يا جماعه حتى وده حاصل انا برضو الموضوع ده ما ينفعش ازرعه في عقل الفريق بتاعي ان انا عندي مشكله اضاعه الفرص، عندي مشكله اضاعه الفرص، واللي استرس عليه اكتر من لازم يا اسامه هو ممكن يتسبب لك في مشكله اكبر. وعشان كده يعني هو منح الثقه في للاعبين وقال انا برغم ان انا عندي مشكله ولكن ومش هقدر احلها بمباراه عوده امام سيمبا ومباراه ذهاب امام سان داونز، ولكن انا ثقتي ان اللعيبه هتكون مركزه، وهو ده اللي احنا طالبينه، فكره التركيز والبخل الشديد جدا في اهدار الفرص. يعني ايه بخل؟ يعني حاول تاخد اقصى وقت متاح ليك داخل منطقه الجزاء قبل ما تاخد القرار، حاول تاخد كل الاحتمالات اللي ممكن تخليك تلعب الكره داخل الشباك قبل ما الكره توصل لك. دايما كده يكون عندك سكان، دايما يكون عندك تفكير سكان، تبدا تشوف انت واقف فين بينك وبين المدافعين، تبدا تلعب على اللاعب اللي معاه الكره ده بيلعب باي اسلوب انت حافظه من التدريبات، تقدر تلعب على فكره ان انا هاخد القرار في الزاويه دي، هاخد القرار وانا مركز وانا هادي. لان اللي حصل في مباراه سيمبا مع كامل احترامي وتقديري سيمبا مش سان داونز، لان سان داونز سيمبا انت جات لك الفرصه ان انت تطلع من مباراه كان ممكن تتعاقب حرفيا على اهدار الفرص، وتحديدا في الشوط الاول انك مهزوم في الذهاب 2-1، ولكن انت قدرت تعادل 2-2 لان خبرات سيمبا مختلفه تماما عن خبرات سان داونز، وبالتالي انت الفرصه امام فريق سان داونز هي اغلى بكتير جدا من وجهه نظري في فرصه امام فريق زي فريق سيمبا او فريق اخر، وبالتالي انت محتاج تكون في قمه تركيزك اللي ما يشوش على قرارك، لان ده مهم جدا ان يكون التركيز بيخدم قرارك مش تركيز يخليك متسرع عايز تسجل بسرعه قلقان لا تضيع. كل ده امور في كره القدم بيحصل ان انت عادي تاخد الفرص، لكن مهم ان انت تحاول من الاكسبكتد جولز اللي هتجيلك تقدر توصل للتارجت ان انت تحقق اعلى استفاده منها. وده طبعا ثقتنا في كهرباء كبيره جدا، ثقتنا في رضا سليم كبيره جدا، او حسين الشحات او بيرسي تاو الخط الامامي، او حتى اي لاعب يلعب من خط الوسط ثقتنا فيهم كبيره جدا، ومحتاجين ان هم يكونوا مركزين في انهاء الهجمه. وعجبني من كلام محمد الشناوي، يعني يمكن كان الفيديو ما بين كابتن محمد الشناوي ومارسيل كولر، فكره ان انتوا بتكلمونا عن الساعه 3، ولما يتوجه سؤال عن الساعه 3 لازم نبقى فاهمين كويس قوي ان الناس دي بتلعب مايند جيم معاك على فكره ارهابك من الساعه 3. ما هو السؤال اتسال ليه من الصحفيين هناك؟ عشان في نتائج سلبيه اتحققت وهم عارفين ان في مشكله
بتدار دائما وابدا لما الاهلي يلعب في افريقيا الساعه 3. فرمى السؤال لمحمد الشناوي. انا يهمني بقى ان كابتن محمد الشناوي اللي قاله في المؤتمر الصحفي ده يتطبق على ارض الملعب، ان احنا مش فارق معانا التوقيت. وهي القصه مش قصه الساعه 3 ان الجو حر، لا، قصه اصلا اسلوب اللاعب المصري وتوقيت المباريات في الدوري المصري بتخلي ان اللاعب في الساعه 3 ما يكونش في قمه تركيزه، لان انت المفترض بتقوم الساعه 8 تبدا تاخد وجبه الافطار، تبدا تاخد وجبه الغداء قبل ما تنزل لفكره التمرين او المباراه الساعه 6 او 7، بتاخد وقت راحه. الوقت اللي انت معتاد عليه في مصر تاخده راحه هو الوقت اللي انت هتلعبه في صن داونز مباراه قويه وكبيره. فعشان كده الناس دايما بتروح لفكره ان اصل الجو حر، اصل درجه الرطوبه عاليه. لا، القصه ان الاسلوب بتاع تعاملك مع المباريات في توقيت الدوري المحلي مختلف تماما وفجائيا، ان انت في خلال 72 ساعه محتاج تغير ده امام صن داونز. عشان كده انا كان يهمني جدا ان انت بمجرد ما تصل مساء الخميس يكون في حاله، انام اصحى بدري ابدا اتعايش مع القصه دي. والتمرين الاخير اللي تم النهارده في نفس التوقيت من 3 لـ 4، اتمنى يكون فيه المردود الفني والبدني والذهني يكون شيء مطمئن لمارسيل كولر غدا ان شاء الله. عشان كده قصه 3 هي قصه اسلوب اللاعب المصري مع توقيتات المباريات في الدوري المصري.